تعمل منصة الساحة، إحدى المنصات المتخصصة في مجال إنتاج الفيديوهات، على إنتاج عشرات المواد أسبوعيا. نعم، فخلال السنوات الماضية باسل بلغت نسبة القصص الإنسانية على منصة الساحة حوالي 40% من إجمالي المحتوى، في حين شكلت التقارير الاقتصادية والسياسية والحقوقية 35%، إضافة إلى محتوى ترفيهي ومحتوى رياضي أيضا. كما نجحت منصة الساحة بتحقيق العديد من الجوائز المرموقة، مثل جائزة ويبي أوردز في العام الأول من إطلاقها، وكذلك حققت الجائزة الفضية في مهرجان نيويورك، وأيضا جائزة نقابة الصحفيين المصريين في مسابقة الصورة لثلاث سنوات متتالية. المزيد في هذا التقرير. هو كان عنف بلا هدف طول الوقت. الساحة مساحة للكل، هي واحدة من المنصات التي تعمل تحت مظلة شبكة الشرق الأوسط للإرسال، والتي وجدت لتوفير منبر لتبادل الآراء والأفكار والاستعراض وجهات النظر المختلفة، بهدف تقديم أخبار ومعلومات دقيقة لجمهورها في المنطقة العربية، وذلك دعما للحريات العالمية. أكثر من 5 سنوات على انطلاقة منصة الساحة، التي تعتبر أول منصة متخصصة في إنتاج المواد المصورة في شبكة الشرق الأوسط للإرسال، وتعتبر المنصة موجهة بالأساس للجمهور المصري في الداخل والخارج، حيث يشكل المتابعون من داخل مصر الغالبية، لا سيما أن المنصة تغطي العديد من القضايا التي تهم المصريين، بما في ذلك قصص تتعلق بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية والسياسية، إضافة إلى تسليط الضوء على التنوع الديني والأقليات والعديد من القصص التي عادة ما تتجاهلها وسائل الإعلام. وتشكل نسبة القصص الإنسانية 40% من إجمالي التقارير، في حين تشكل التقارير الاقتصادية والسياسية والحقوقية 35%. أما المجالات المتنوعة مثل الفن والرياضة والترفيه فتشكل 20% من المحتوى. منذ انطلاقتها عام 2018، أنتجت منصة الساحة مئات المواد المصورة من فيديوهات وإنفوغرافيك وقصص تفاعلية وألبومات، بمعدل 14 فيديو أسبوعياً، إضافة إلى أكثر من 28 تقريراً. فيديوهات الساحة حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة خلال العامين الماضيين فقط. وتضم ساحة فريقاً يتألف من صحفيين ومبدعين في مجال صناعة الأفلام، يعملون على مدار الساعة في المقر الرئيسي في الولايات المتحدة وكذلك مصر. الساحة تولي كذلك أهمية بالغة لتقديم رسالتها بكل شفافية وموضوعية، وتسعى جاهدة لتقديم محتوى عالي الجودة وفقا للمعايير الصحفية، في ظل فوضى المعلومة وغياب الحقيقة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. ونتحدث أكثر عن منصة الساحة. تنضم إلينا السيدة نيفين كراس، رئيسة تحرير موقع ومنصة الساحة. أهلا بك نيفين. شعار منصة الساحة هو الساحة مساحة للكل، من أين أتت فكرة هذا الشعار، وأيضا ما هي أهمية وجود مساحة حرة للتعبير في المجتمعات العربية؟ الحقيقة أولا شكرا لاستضافتكم لنا. الحقيقة أنه المجتمع المصري بيتمتع وبتنوع ثقافي وديني وعرقي، ما جت شعار السياحة مساحة للكل كإعلان لرغبتنا، فإن إحنا عايزين نوفر منصة للأصوات المختلفة مع اهتمام خاص الحقيقة بالأصوات المهمشة أو المستبعدة. فالساحة نجحت الحقيقة إنها تدي فرصة لناس كتير والأصوات كتير إنها تحكي حكايتها. ففي الساحة هتلاقي حكايات كتيرة من الإنسان الصغير للكبير باختلافاتهم الاجتماعية والعلمية. في الساحة هتلاقي قصة دميانة نصور بتحكي عن حلمها على التمثيل اللي وصلها لكان، وكمان هتلاقي حكاية أستاذ ناجي صحيتا اللي اختار يحب الحياة ويكون ملهم لطلابه كل يوم. كمان احنا في الساحة بنركز على القصص الملهمة في الولايات المتحدة للمصريين، وبرضه هتلاقي قصص كتير المصريين ملهمين ومبدعين حققوا نجاحات في الولايات المتحدة. فمثلا هتلاقي أول ليد في برودواي مثلت ماي فير ليدي، هتلاقي عالمة شابة صغيرة كانت من أول الناس اللي ساهموا في تطوير اختبار كوفيد. الساحة مليانة حكايات كتير الحقيقة، كانت بس محتاجة حد يحكيها بها.
صحيح، وربما قصص الساحة دائما لها طعم مميز، يعني لا يمكن أن نطلق عليها تقارير، يعني هي قصص وحكايات بكل ما تحمل الكلمة من معنى بالفعل. نيفين، حدثيني أكثر عن المعايير المتبعة لديكم قبل البدء بتنفيذ أي قصة أو أي حكاية. طبعا احنا كل المحتوى اللي بننتجه بيخضع للمعايير الصحفية، سواء قصص مصورة أو مكتوبة. كمان بخصوص الوصول لأبطال حكاياتنا والمواضيع اللي بنقرر نشتغل عليها، احنا هي عندنا فريق مميز ومبدع من الصحفيين وصناعي الأفلام سواء في مصر أو في الولايات المتحدة، اللي بيشاركونا نفس الشغف ونفس الرؤية في ان احنا نخلق منصة ومساحة لأصوات الناس المختلفة، ودايما بيبقوا في باستمرار بيبحثوا عن قصص متنوعة وأصيلة ومواضيع كمان بيغفل الإعلام أو بيتجاهل الكلام عنها. كل قصص عندنا بتخضع للتدقيق والفيريفيكيشن. إحنا كفريق تحرير الحقيقة بنبذل وقت ومجهود كبير في تحقق من كل قصة قبل إنتاجها، طبعاً ده إلى جانب اهتمامنا الشديد بالجودة والكريتيفيتي بتاعة المحتوى اللي بننتجه كل يوم. تأكيد مش بس في مصر نيفين، ولكن في الوطن العربي بشكل عام هناك نقص في إخبار القصص الإنسانية ورواية القصص الإنسانية. هل لديكم خطط مستقبلية للانتشار أو نشر قصص من دول عربية أخرى غير مصر؟ الحقيقة إنه إحنا منصة موجهة لمصر خصيصاً، فمعظم القصص والتركيز للقصص بتاعتنا بيكون موجه لمصر، سواء المصريين في الخارج أو المصريين في الداخل. لكن الحقيقة إحنا عندنا خبرات كتيرة أو تجارب كتيرة لإنتاج قصص كانت عبارة عن مشاركة وتعاون مع المنصات الأخرى في شبكة الشرق الأوسط. فإحنا حقيقة إنتجنا قصص عن جزائريين، عن مغاربة، عن سودانيين، ودايما مفتوحين ونظر there is a story that intersect مع قصصنا ومع مصر ان احنا ننتجها بنفس طريقة انتاج الساحة، يعني بنفس نتيجة الساحة. في النهاية نيفين، تحية كبيرة لك طبعا ولكل الأفراد العاملين في منصة الساحة. شكرا لك نيفين كراس، رئيسة تحرير منصة الساحة، شكرا جزيلا لك وبدوام التوفيق إن شاء الله.